يقول ظاهر ضاق في سجن التعب وضاق بالي طول سجن الاتقاد من ما حصل لجل المكينة والخلب أقدار تكتب ما لنا فيها عناد إلا مشيئة رب في حكمه رغب وحكمة الرحمن ما تخطي عباد والله ما لي قصد في ما قد عقب ومن فقدنا موت أصلانا أحداد. قصيدة كلمات السجين أبو صالح طاهر نبيل الشرين ألقاها موجهة لعامة قرية بيه وخاصة لقبيلة آل الشريم وخصوصا لابن عمه خالد مثنى بخصوص ما حصل في قضية مقتل الوالد مثنى بالخطأ وهي مناشدة لهم بالوقوف في حل القضية بما يرضي الله أبناء عمه مثنى بعنوان قد كان لي من سار كالوالد وأب. يلحنها فايز أبو شمس عزفها أبو خليل عبد الفرحان وإيقاحها زبيد عبد الفرحان. تسجيلات الفايز أبو شمس الدمار خط الحدا جوار مبنى المحافظة. بدعت بك يا مقصدي عند الطلب يا فرد يا مقصود يا نعم الجواد يا وصلتي يا من بكى الكل احتسب ويا مجير العبد لا مد الأياد يا كافلي يا رازقي وقت الكرب يا كاشف الأضرار يا خير المعاد يا الله لك بالحمد ذكري قد وجب والشكر لك والذكر دايم باعتقاد. يالله لك بالحمد ذكري قد وجب والشكر لك والذكر دايم باعتقاد واسكى صلاتي عن نبي زين الحسب تغشى محمد نور عيني والفؤاد. يقول ابو صالح بخطه قد كتب ابيات شعري حبراها داني مداد وهاج هاجس خاطري والجوف هب من وسط سجني من قوى فيها الشداد. يقول ابو صالح بخطه قد كتب ابيات شعري حبراها دامي مداد وهاج هاجس خاطري والجوف هب من وسط سجني من قوى فيها الشداد. فقلت باردت بقوى في من ذهب من بحر فكري بالعتب والانتقاد وشرح عن حال الذي كله نصب ذي ساقني للسجن بعوام السواد. واشرح عن الحال الذي كله نصاب دي ساقني للسجن بعوام السواد ومخرجك يا الله دايم مرتقب راضي بما تقضيه شاكر لك مناد. يقول طاهر ضاق في سجن التعب وضاق بالي طول سجن الافتقاد من ما حصل لجل الماكينة والخلب أقدار تكتب ما لنا فيها عناد. يا
قول طاهر ضاق في سجن التعب وضاق بالي طول سجن الافتقاد من ما حصل لجل الماكينة والخلب الدار تكتب ما لنا فيها عناد إلا مشيئة رب في حكمه رضب وحكمة الرحمن ما تخطي عباد والله ما لي قصد فيما قد عقب ومن فقدنا موته أصلنا حداد والله ما لي قصد فيما قد عقد ومن فقدنا موته أصلنا حداد قد كان لي من سارك الوالد وأب لكن قضى مقدور أخطانا وصاد حسرة على عمي مات النادي سلب موته صوابي وفقد القلب المراد يالله أسألك رحمته يوم المسب بالعفو والغفران في جنة براد والآن دع يا مرسالي خطي خطاب هذا قصيدي وصله بالاستناد لا أرض بيه خير قرية تحتسب شل الرسالة لهلها عن البلاد هذا سلامي عامل الكل انتصب بالمسك جنب العود يوصل في مزاد هقول لهم يا أصحابنا أيش السبب ليش القصى والكل يعرف ما أفاد أقول لهم يا أصحابنا أيش السبب ليش القصى والكل يعرف ما أفاد مرت علي عوام والخامس قرب أسير ما حد شار شوراه بالرشاد وأنا محكم محتاكم فيما وجد ما لي سوى الذمة ونقدي والحصاد ناشدتكم بالله يا أصحاب الرتب ويا مشايخ كلمة الحق اقتصاد ناشدتكم بالله يا أصحاب الرتاب ويا مشايخ كلمة الحق اقتصاد ما كان شي بيني وبين أحد شقب ما غير شايف ذمنا ظلمه وعد الكل شاهد ما حصل قبل المتب والراحل المرحوم أبراني وجد لكن خالد جار جوراه ما حسب إن الخطأ وارد وتكفيره مضاد
لكن خالد جار جوره ما حسب ان الخطا وارد وتكفيره مضاد والله ما ظنيت منه ما وعب وما حكم بالجور ضدي من سداد وانا اعرفه وافي وكافي ما لقب في القبيله والعرف رمز الاعتماد بالله يا ابن الجيد كافينا الغب فانا ابن عمك دم كافيني زواد بالله يا ابن الجيد كافينا لغاد فانا ابن عمك دم كافيني زواد لا تستمع للزور ذي قوله نشب واشعل بناره كل واعي بالفساد في قول شاهد زور ما يشعل حطب والله حسبي خير شاهد بالعتاد والواشي الكذاب زوره قد وقب ملعون دوله ما واشع بالارتداد بالله يا ابن العم قولي لك رحاب جيتك وانا راجي راضى خير الجواب خطيت لك شعري وقلبي ما كذب وانت ابن عمي ضلع عبدي بن قياد مني سلام الاف باسمك قد سرب مخصوص لك يا ابن مثنى بالمهاد من قلب طاهر لك نعم المنتخب بالشكر والعرفان والخير امتداد من قلب طاهر لك نعم المنتخب بالشكر والعرفان والخير امتداد خسرانكم خسري بصوبه قد ضرب ومن فقدنا أب وإحنا له ولاد لا تحسب إني بعد فقده في رطب فأنا الذي في القهر عايش بانحياد لكن ما قدر لنا الله انكتب لأن القضاء محتوم ما منه براد والآن يا أهل الخير يا كل العصاب يا خير معشر برض بياه باعتداد مني تحية مسكها بقوى ضرب لأهل الشريمر ربع توصل بانفراد جاكم سلامي وفهم وقول وجب وتكاتفوا بالخير تكفول المواد وتكاتفوا بالخير تكفوا المواد فإحنا جسد واحد وأنا منكم كثب يفداكم الغالي ويرخص للجياد والله ما همني لا وعدامي كباب راسي وعنبي لاجل نرضيكم يباد ما همني إلا الحق لا ودمي سكب لأن البريد بالله ما يخشى مكاد وأنا بحبل الله لازم ذي حجب عن كل رسله كل شر كل إنسان عاد من بعد ذا يا مرسلي دورك ذرب وصل سلامي والدي بالارتياد
بعد ذا يا مرسال دورك ذهب وصل سلامي والدي بالارتياد خصه بماء الورد والشاه والطيب واسمع التحايا خالصه والمسك زاد وصل داره قبله وصب الركب من بعدها قبله براسه والأياد الأبن بلا الوالد أغلى من كسب ربي يدي محتاج راسي بنت داد الأبن بلا الوالد أغلى من كسب ربي يدي محتاج راسي بنت داد يالله سالك عوضه فيما عقب بالعون وفقني لبره والوداد ومسندي من بعد ربي خير أب وهو نصيري في الرخاء قبل الشداد والوالد اهدي في الحاشا ربي حجب في قرة الأعيان روحي والفؤاد والوالد اهدي في الحاشا ربي حجب هي قرة الأعيان روحي والفؤاد يا ربنا سألك وعفوك مستحب يا ربنا سألك وعفوك مستحب عفوك عليهم عفو دنيا أو معاد يا هاجسي يكفيك ما شعري جلب واختم قصيد القول قبل الابتعاد يالله لك حمدي وذكري قد وجب والشكر لك والذكر قولي واعتقاد واسكع صلاتي عن نبي زين الحسب تغشى محمد نور عيني والفؤاد التواصل مع فايز ابو شمس على هاتف 771-69-4090 او 711-11-500-490